طيب بما ان حضرتك يعني تحدثت عن مصر تحديدا، فيمكن جمهور النادي الاهلي امبارح استقبل خبر مفرح بالنسبه له، وهو وصول يعني الاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه. شفت الخبر ده ازاي من وجهه نظرك؟ هي طبعا مفاجأة ما كانتش في الحسبان أبدا يعني، لكن الموضوع هي مفاجأة طبعا مفرحة زي ما أنت قلت لكل جماهير النادي الأهلي، إنك تشارك 3 مرات على التوالي في كأس العالم للأندية والمرة الثامنة في التاريخ الأهلي، حاجة كبيرة طبعا وإنجاز كبير للأهلي. فالأهلي إزاي يبتدي يشتغل دلوقتي وخلاص فاضل حوالي شهر ونص؟ هو ده اللي الأهلي لازم يعمله. فمثلا لو هنتكلم على التدعيمات، يعني بص مثلا اللعيبة المحلية، انا من وجهه نظري مفيش حد يعني عليه العين في كل الانديه ان هو يقدر يعمل الفرق، ان انت تجيبه في فتره زي كده يقدر يعمل الفرق خلال شهر او شهر ونص، ان انت بتجهزه لكاس العالم للانديه. مفيش محليا، مفيش لعيب كده. فانت قدامك لعيب، لعيب اجنبي، لعيب اجنبي واحد تقدر تجيب في القائمه بتاعت الاهلي، ناقصه لعيب اجنبي واحد، هو ده اللي يقدر ممكن يعني الاهلي يبتدي يدور فيه. بس الافضل لو مفيش حد على الساحه، ما قدرتش تجيب حد دلوقتي، يبقى الاحسن ما تجيبش، يعني بدل ما تتكلف فلوس وتتكلف بتاع واللي هو بنشتري مثلا بسرعه عشان نلحق، لا. ما في الاهلي حقق مثلا البرونزيه 2 ورا بعض باللعيبه دي، يعني انت مثلا ممكن طموح الاهلي دلوقتي ان هو يوصل النهائي يعني، فكون مثلا جت البرونزيه تاني ماشي، ما هي نفس اللعيبه دي اللي حققت البرونزيه، فالموضوع ما يبقاش ايه اللي هو شراء على طول، لازم مثلا في جماهير مثلا بتطالب، هو شراء من اجل الشراء، في جماهير بتطالب عارف ان الاستفاده، ايوه لازم تكون انت عارف هتستفيد ايه من اللعيب ده، لكن شراء من اجل الشراء ما مش هيجيب نتيجه. هي طبعا خبر مفرح زي ما قلنا، ولكنها مفاجاه لانه في حصل كده ملابسات والخطط اتغيرت، كانت المفروض هتقام البطوله في الصين وبعد كده راحت للمغرب، فادى لاختلاف الفرق اللي هتكون موجوده. اشرح لنا الملابسات دي سريعا جدا، وهل تعتقد انه المفاجاه دي هتكون عامل دعم ولا هتكون خلينا نقول عامل ممكن شويه ان هو ياخر الاهلي؟ هو من الاول كانت البطوله المفروض تقام في الصين، بس الصين انسحبت لاسباب كورونا وفيروس كورونا والحاجات دي. فامبارح في اجتماع الفيفا اعلنوا ان المغرب هي اللي هتنظم البطوله، فبالتالي ما ينفعش فريقين من بلد واحد يعني كانت المحاولات مغربيه ان الرجاء يشارك مع الوداد، الوداد يشارك باعتباره بطل افريقيا والرجاء يعتبر يعني ان هو مستضيف البطوله. بس طبعا هي اللائحه ما بتقولش كده، بتقول لو البطل القاره من نفس الدوله المستضيفه بياخد تاني القاره على طول، فتاني القاره هو النادي الاهلي، فالنادي الاهلي شارك. الموضوع هيبقى مفرح، بس هيشكل ضغط على الاهلي. صحيح. ضغط على الاهلي من حيث في الدوري، من حيث في ماتشات افريقيا كمان. احنا شفنا السنتين اللي فاتوا لما الاهلي شارك في كاس العالم للانديه، يعني ده اثر عليه جدا في الدوري، حصل ضغط مباريات بشكل كبير، حصل اصابات. صحيح. كتير. الزمالك قدر يفوز بالدوري في السنتين اللي فاتوا، فده ممكن يعني زي خبر مفرح للاهلي وممكن يبقى خبر مفرح للزمالك. صحيح. برضو ان السيناريو يفضل مكمل، ان لو الاهلي مثلا اتضغط بكميه المباريات دي يقدر الزمالك مركز في ناحيه واحده ان هو ياخد الدوري الثالث. شفت امبارح ازاي مباريات الامس الخاصه بالدوري المصري، تعادل الاهلي، فوز الزمالك وبيراميدز ايضا؟ والله يعني كمستوى فني متوسط او اقل من المتوسط. بعد كاس العالم ما نقدرش نركز قوي يعني في المباريات المحليه. احنا لسه مفعلين مود كاس العالم، يعني مش عايز هنخرج اكيد، بس يعني لسه حتى الان احنا مركزين في كاس العالم، لكن لما تيجي تبص على المستوى الفني يعني اقل متوسط جدا، يعني الزمالك بيكسب في اخر دقيقه من الماتش، الاهلي كان هيكسب في اخر دقيقه برده بضربه الجزاء اللي ضاعت، يعني المستوى مش احسن حاجه. في منافسه يعني في فرق دلوقتي نقطتين بين الاهلي والزمالك، في منافسه لكن المستوى. قلت خلاصه الكلام، احنا لسه في مود كاس العالم، النهارده يعني امام مباراه في غايه الاهميه، وبكره النهائي، فمش عايزين نشتت يعني نفسنا يومين وبعد كده نفصل. هنرجع تاني بقى. بنشكرك استاذ عمرو عزت الناقد الرياضي على وجودك معانا في صباح الخير. شكرا.